طاب صباحكم مشاهدينا، وتحدي اليوم جديد متجدد عمقه يجمع ما بين التدبير والتبذير وأفهم ما ينتظرونه، وتحدي لنا جميعا. مرحبا. ونحن على مشارف شهر رمضان يلاحظ الإقبال المبالغ فيه على اقتناء المواد الغذائية بوفرة تتجاوز حدود حاجية الأفراد والأسر، ذلك أن العادات الاستهلاكية في هذا الشهر الفضيل تذهب بصفة عامة في اتجاه معاكس لقيم وروح رمضان، والتي تصل إلى حد التبذير الغذائي. وتحدي اليوم نتساءل فيه عن الآليات الأنجع لتدبير الاستهلاك وترشيد نفقات الأسرة في هذا الشهر الكريم بكيفية ملائمة لروح ومقاصد شهر الصيام في ظل ما يصطلح عليه حاليا بالحكامة المنزلية. ولوضع هذا التحدي تحت مجهر المختصين، يسعدني جدا أن أستضيف معنا الدكتور عبد الحكيم قرمان، باحث في علم الاجتماع. صباح النور دكتور. على ما يبدو أنه ليس معنا وليس جاهزا، إذن يسعدني أيضا أن نرحب بالأستاذ أنس السايغ، مدرب في التنمية الذاتية لتطوير المهارات الشخصية والمهنية، مشرف عام مركز الجودي للتدريب. صباح النور أستاذ أنس. صباح النور أستاذة خديجة، مرحبا بك، مرحبا بمشاهدي الكرام، شكرا على الدعوة الكريمة. مرحبا مرحبا، وعشر مباركة إن شاء الله يا رب، وشهر فضيل عليك وعلى كل أسرة. طيب أستاذ أنس، يعني ربما الأسرة والعادات الاستهلاكية اليوم عرفت ربما واحد يعني ارتفاع في بداية كل شهر رمضان، لوضع هذه الجدلية اليوم تحت مجهر المختصين، ربما نتساءل، ألم نستوعب بعض الدروس، بعض العبر، ألم ربما نأخذ حكم من التجارب السابقة كأسر؟ نعم، أولا شهر رمضان الكريم هو واحد الشهر مميز خلال السنة. نعم. وهذا التميز ديالو وهذا الروحانيات اللي فيه وهذا يعني الخصوصية اللي عند المغاربة بالخصوص اللي كيتعاملوا بها مع شهر رمضان، كتخليهم يكونوا مقبلين خلال الشهر الكريم على العديد 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 من الأشياء اللي كيقوموا بها خلال الشهر وما كيقوموش بها ربما خلال الأيام العادية ديالهم ديال السنة. فمن بين الاشياء كيف ما تفضلتوا استاذه خديجه انه تيكون واحد النسبه كبيره ديال الاستهلاك خلال شهر ديال رمضان بالخصوص اللي كنتميزوا بها نحن المغاربه خاصه على المستوى يعني المائده الرمضانيه، تبارك الله كتلقى واحد الانواع والاشكال ديال الاطباق، وهذا عنده واحد العوامل كيف ما قلت ربما هي داخله في العادات والسلوكيات والتقاليد ديال الاعراف الاجتماعيه. وعندها علاقه كذلك بواحد الجانب نفسي اللي كتعرفوا انه في شهر رمضان كيكون الانسان صائم وبالتالي تيكون كيحس بالجوع، وهذا الاحساس ديال الجوع تيخلي الانسان يحس بانه محتاج ياكل، محتاج يستهلك، محتاج انه يشري واحد المجموعه ديال الامور باش يسد ذاك الحاجه ديالو ديال الجوع. واكيد ملي كيكون الانسان جوعان وتيكون كيتجول في الاسواق كيبدا يتشهى اكثر. نعم. وحنا كنعرفوا انه من الاشياء المهمه قوانين الاستهلاك، لا بغينا نديرو داك الترشيد ديال الاستهلاك، خاص الانسان لما يمشي يقتني الحاجيات ديالو يكون شبعان، يكون اكيد هذه المساله هذه راها تؤثر بزاف بزاف على الجانب ديال هذاك يعني الاستهلاك او هذاك الجانب ديال انني كنبدا نتشهى، وبالتالي كنحاول نشري اكبر عدد ممكن من الاشياء اللي كنشوفها قدامي. طيب على ما يبدو ان الدكتور عبد الحكيم قرمان هو معنا، نرحب به مجددا. مرحبا دكتور عبد الحكيم. اهلا وسهلا، صباح الخير، رمضان مبارك سعيد، كل عام وانتم بخير. الله اكرم وعواشرك مباركه دكتور عبد الحكيم. الاستهلاك التفاخري، التسوق القهري، حمى التسوق، ادمان التسوق، كلها دكتور مسميات يشير اليها علماء النفس والاجتماع عندما نتحدث او يتحدثون حول الاستهلاك الذي يطال الغني والفقير على حد سواء، خصوصا في هذه الايام. ما الذي يحصل دكتور قرمان؟ ما التفسير الذي نفهم من خلاله هذا التسابق؟
وطبعا هناك مجموعة من العوامل اللي يمكن نفسروا بها هذه القضية. نعم. كاين العامل الأول هو عامل ثقافي، تنعرفوا بأن المجتمع المغربي عنده نظرة خاصة لشهر رمضان، لأنه تعتبر بأنه هذا شهر تجتمع فيه واحد المجموعة ديال المتطلبات روحية أسرية اجتماعية، وأيضا حتى على مستوى التغذية عنده واحد العدد ديال التقاليد والعادات تيتم التحضير ليه والاستعداد ليه بطقوس غذائية مختلفة عن باقي أيام أو شهور السنة. العامل الثاني وهو عامل ديال أولا من ناحية النفسية، طبعا الصيام تيكون عنده واحد التأثير على مستوى الأذواق، على مستوى تأثير يعني المسألة ديال بعض الاختيارات، فعدد من الأطعمة تكون مألوفة في الأيام العادية، ولكن في رمضان تصبح أطعمة أخرى هي اللي تصبح المواطن تفضلها على باقي الأطعمة المعتادة. وهناك أيضا القضية ديال أن رمضان عنده الطقوس ديال التزاور، يعني ديال الزيارات العائلية والأسرية، فبالتالي تكون هذه العملية ديال التحضير من الناحية الغذائية واحد الشكل ربما مبالغ فيه، تحضير واحد العدد ديال الحلويات، تحضير واحد العدد ديال المأكولات، واحد العدد ديال الأشياء اللي تتحضر سلفا قبل رمضان ربما بأسابيع، إن لم نقول حتى ما يفوق الأشهر. دونك هاد العوامل كلها تجعل بأن الثقافة ديال التغذية وديال السلوك ديال نعم. المواطن أنه تيقبل على شراء بكثافة وبكثرة لواحد العدد ديال المواد تتفسر هاد الظاهرة هادي. أنا ربما مع هاد التحولات اللي وقعت في يعني في نمط الحياة والغلاء الأسعار واحد ارتفاع كلفة العيش إلى آخره، ربما المغاربة غادي تكون واحد العامل من العوامل اللي جعلهم يدير واحد نوع من العقلانة في هذه القضية دي. ولكن دكتور عبد الحكيم قرمان، عذرا على المقاطعة، يعني هذه العقلنا ألم نتحدث عنها في السنوات الماضية؟ كل ربما بداية رمضان أو في أيام رمضان نتحدث ونندد عن نندد بخصوص هذا التسابق، هذه الحمى، هذا الاستهلاك الغير معقلن، ولكن ربما نعيد كلنا نعيد نفس التجربة ونندد في نفس الوقت. ألا نأخذ درسا من السنوات الماضية؟ طيب، هو من الصعب الحديث على أن تغيير السلوك الغذائي لمجتمع معين سيتغير بين عشية وضحاها، أكيد، لأن كيف قلنا هو العامل الأساسي عامل ثقافي، صحيح، يعني واحد العدد ديال السلوكيات واحد العدد ديال التقاليد والعادات والأسرة، وخصنا كل أسرة تذوق الأسرة الأخرى من المأكولات اللي عندها، وكل سيدة تعمل واحد العدد ديال الحلويات خصها تعطي لجارتها وهكذا، وزيارات الأهل والأحباب أو الحفلات اللي تتكون عندها واحد طابع ديني، فهذا الشيء كله تيفرض هذا النوع ديال ربما ديال الإفراط في يعني في صحيح. عملية الشراء أو في العملية ديال التحضير بواحد الشكل مبالغ فيه من حيث المصاريف ومن حيث نعم. الإنفاق بمجموعة من الأشياء اللي تتكون ربما ثانوية يمكن الواحد يتجاوزها، وكذلك من حيث الكمية المواطنين عموما أو اللي بغينا نقولوا الأسر، واحد العدد ديال المنتوجات اللي تعتبر أساسية في المائدة المغربية، مثلا الحليب، زيت، خبز إلى آخره، اللحم، السمك إلى آخره، تتكون في الأيام العادية يعني مرتبة بواحد التنظيم على مدى الأسبوع بواحد الشكل مؤلف، ولكن في رمضان تيكون الإكثار منها، لأن هناك واحد الاعتقاد بأن الإنسان ملي تيصوم النهار كله والتعب والعمل وكذا، نعم، فبالتالي ما تيحرمش نفسه خصو في المساء أو بعد المغرب يعني يعوض كاع داكشي اللي تشهاه في النهار، داكشي اللي شافو أو يعني نعم، ربما تكون هذه الثقافة دكتور نعم دكتور عبد الحكيم، ربما تكون هذه الثقافة يعني تستدعي أو تحتاج لتغيير في هذه الظرفية على المستوى الصحي بالدرجة الأولى. طيب نعم أستاذ أنس، هل يمكن فعلا أن يتحول هذا الاستهلاك إلى حالة ربما مستعصية قد تصيب الأفراد وبالتالي
يطلبون أحيانا المساعدة منكم لرسم خطوط الحكامة أو الحوكمة المنزلية مثلا لترشيد النفقات. الناس نعم، يعني بعض الناس دابا الآن اللي استوعبوا الأهمية ديال ترشيد النفقات، وخاصة مع الظروف الحالية اللي احنا صبحنا تنعيشوها، المداخيل يعني بقات ثابتة ولكن مستوى العيش ارتفع بزاف. صح، تقريبا 31% اللي تزادت دابا جميع المنتوجات وجميع الأشياء اللي كنقتنيوها. صح، فكثير من الناس بداو كيحسوا بالوطأة ديال هذا الوضع هذا، وبداو تيقلبوا على حلول. كيف ما تفضل الدكتور، هو التغيير ماشي بهذه السهولة، ماشي بين عشية وضحاها، ولكن يتطلب اشتغال، يتطلب مهارات. اكيد طبعا تماما، وهذا علاش كاينين بعض الناس اللي كيلجؤوا لعند مختصين بحال هكا باش يساعدوهم، باش يتعلموا واحد المجموعه ديال المهارات، واحد المجموعه ديال الامور اللي من خلالها يمكنهم ان يصلوا الى ترشيد هذه النفقات. وهنا بغيت ناكد واحد المساله كذلك مهمه، هذه القضيه ديال الانفاق، حنا كمغاربه وكدول عربيه عموما عندنا مرتبطه بالسعاده ديالنا. فالانسان لما كيشري بزاف وكياكل بزاف وتنوع المائده ديالو، او حتى الاستهلاك على مستوى الاشياء الاخرى، مثلا اللباس او السياره، الاستهلاك يعني بصفه عامه لجميع الامور اللي نستهلكوها في الحياه ديالنا. صحيح، فهذه عندنا انا كنلاحظ بانه بزاف الناس كيربطوا هذا الشيء بالسعاده ديالهم والاحساس ديالهم بتقدير ذواتهم، وهذا شيء خاطئ، لأن الإنسان القيمة دياله ليست بما يستهلك. تمام، وأحيانا نستهلك أشياء تضرنا وليست أصلا يعني في مصلحتنا. ولكن مع الأسف لما تيكون الوعي والإدراك للإنسان فيه واحد الأفكار ولا مفاهيم خاطئة، فهنا كيكون أنا كنظن الدور الأساسي ديال كل واحد فينا بغي يدير التغيير ويقوم يعني بواحد النجاح في حياته أكثر، يوعي نفسه أولا بالمفاهيم الصحيحة ويحيد هذه الافكار الخاطئه، لان هي اللي كتكون المنطلق ديال هذاك التغيير الفعال ان شاء الله. تمام. طيب دكتور عبد الحكيم قرمان، يعني هل تحدثت قبل قليل عن نمط الحياه، فعلا هل يحتم علينا نمط الحياه البارز في شهر رمضان الدخول في هذه الدوامه، دوامه الاستهلاك، وبالتالي شنو هي القوى التي تدفع أو تدفعنا جميعا لنستهلك أكثر وأكثر؟ ربما أتساءل معك، ما هو المحرك الرئيس لهذا الهوس، لهذا التسابق؟ أستاذ عبد الحكيم هل تسمعني؟ أستاذ عبد الحكيم هل تسمعني؟ لم يعد معنا؟ طيب أستاذ، أنا سأعود مرة أخرى لك ربما فيما يتعلق بتداعيات هذا التسابق أو هذا الاستهلاك الغير المعقل على مناخ الجو العام، على المناخ الروحاني لشهر رمضان، وبالتالي يؤثر على قيم يعني التضامن، المؤازرة، ربما مساعدة الفقير، ربما ما هي التداعيات من وجهة نظرك، ونحن في وقت يعني في أمس الحاجة لهذا التضامن مع بعض أستاذ أنس، ربما هذا يؤثر بشكل أو بآخر. نعم اكيد، هذا الشهر الكريم نعم. رمضان كما تفضلتوا عنده واحد الخصوصيه، مقاصد يعني محدده، مقاصده يعني نعم. روحانيه دينيه نعم نعم تماما، وهذا كيدفع واحد المجموعه ديال الشباب، مجموعه ديال الفاعلين يعني في العالم الاجتماعي بطبيعه الحال، نعم. انهم تنظموا واحد المجموعه ديال الحملات، وتساعدوا ناس، وتحاولوا انهم يقاربوا المسافات بين الناس اللي كيبغيو يتطوعوا ويديروا صدقات، والناس اللي عندهم واحد الخصص. الا انه انا تنقول يعني العمليه خصها تكون بالدرجه الاولى على المستوى ديال الافراد كامله داخل المجتمع، ما خصناش نبقاو نتسناو دائما غير التدخل ديال يعني لهذا المجتمع المدني او لا الحكومه او لا كذا. علاش ما نتبناوش صحيح هذه الفكره هذه بشكل يعني شخصي، يعني كل واحد فينا راه كيمثل المجتمع. انا كفرد كرب اسره راني كندير واحد اللبنه قويه داخل المجتمع ديالي، فالوعي ديالي انا الشخصي باهميه الترشيد ديال النفقات ديالي سواء في رمضان ولا خارج رمضان، هذه خليني نكون اكثر استعداد واكثر انتباه، خاصه في الفتره ديال رمضان اللي كتكون هي فيها مؤثرات اخرى نفسيه وروحانيه،
غادي تخليني نكون اكثر استعداد وعلى اهبه الاستعداد انني ما نبقاش نفكر فقط في انني انا شنو غادي ناكل وانا شنو غادي نصرف وانا شنو غادي نشري، غادي نوليو نفكروا في الفقير وغادي نوليو نفكروا في المحتاجين وغادي نفكروا، لان من بين المقاصد الاساسيه في شهر رمضان ملي كنصوم واحد 14 ساعه 15 ساعه فهذاك الانسان اللي ربما ما عمره ما حس بالجوع لان عنده الظروف وعنده الحمد لله الامكانيات كامله، حتى هو كيبدا يحس ذاك الاحساس اللي كيحسو ذاك الانسان الفقير، لان كاينين الناس احيانا اللي ما كيتمكنش انهم ياكلوا ثلاثه الوجبات في اليوم، ربما وجبه واحده خلال اليوم ويا ربي انه يتمكن منها. فهذا واحد المقصد عظيم جدا اننا نبداو نفكروا فعلا حقيقه اننا نكونوا كنساندوا وتنساعدوا بعضياتنا، وخصنا نعرفوا بانه تقدم المجتمعات عموما ولا خدينا كنموذج المجتمعات الاسيويه التقدم ديالهم في بعض الدول اللي دابا وصلوا لواحد الطفره، يعني من كونهم كانوا دول فقيره انهم صبحوا دابا من الدول المتقدمه. نعم. كان السبب الرئيس هو التضامن ديال الافراد المجتمع كاملين في واحد النهج اللي بناوا به هذاك الحضاره ديالهم. فاحنا اليوم موضوع ان ترشيد النفقات بطبيعه الحال وقد يبدو للبعض ان هذا الموضوع يعني ما عندوش قيمه، وانا عندي الحمد لله الفلوس ديالي وانا عندي الرزق ديالي نقدر نشري به اللي بغيت وندير به اللي بغيت وهذا حقي، هو فعلا حقك لا 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 شك في ذلك، ولكن اذا فكرنا فيه بواحد المنظور يعني جماعي او اجتماعي او منظور اللي احنا كيف كنشوفوا دابا واحد الزياده في الاسعار كاين كذا، فهذا كيصبح واحد الضروره من الضروريات باش دائما نديروا واحد الاستشراف للمستقبل وما نخليش راسي نوصل لواحد الوضعيه فعلا اللي كنعاني فيها وعاد ندم على ما اصرفت سابقا في الايام الماضيه. هذا درس فعلا. اعود لدكتور عبد الحكيم قرمان، انت معنا دكتور؟ تسمعني؟ نعم. طيب طرحت عليك قبل قليل يعني فيما يتعلق بنمط الحياة، هل يحتم علينا هذا النمط الجديد والبارز في هذا الشهر الكريم أننا ندخل ربما في دوامة الاستهلاك؟ نتساءل جميعا ما هي القوى التي تدفعنا لأن نستهلك أكثر وأكثر بدون عقلنا، شو هو المحرك الرئيس لهذا الهوس لهذا التسابق دكتور عبد الحكيم؟ وبطبيعة الحال كما تفضل الأستاذ أنس قبل قليل أننا نحتاج لهذا الروح ديال التضامن ديال مساعدة الفقير ديال الإحساس بالآخر ربما، ولكن هذا النمط يفرض علينا هذا التسابق نحو الاستهلاك. طبعا كيف اشرتي وانها المساله الاساسيه، وانا عموما العصر ككل يتميز بانه عصر استهلاك يعني صح. ككل حيث منظور العام ان العالم الان او العولمه هي في نهايه شنو هي واحد المنظومه ديال التدابير الاقتصاديه والماليه والتجاريه اللي تجعل بان الاستهلاك تيصبح هو الثقافه الرائجه في المجتمع كل، ولذلك تنتحدثوا على المجتمع الاستهلاكي انه تيستهلك واحد الغزاره بواحد الشكل، واحيانا تيستثمر الامكانيات ديالو في كل الاتجاهات، يعني تيشري من كل حاجه جوج او ثلاثه او اربعه بالرغم ان ديك الحاجه تقدر تكون غير ثانويه ماشي مهمه في الحياه، ولكن هو تياخذها من باب الاحتياط وتيوضعها الى اخره. فكذلك بالنسبه للقضيه ديال التغذيه او يعني التعامل مع رمضان بهذا الشكل ديال الشراهه في يعني في التسوق صحيح ماشي ربما تنحو منحى مرضي، يعني تصبح المساله مرضيه يعني، ويجب ان ربما هذه الثقافه ان تخضع لدراسه المختصين ولرصدها من كل المقاربات دكتور عبد الحكيم. لذلك نتحدث على قضية ثقافة وذهنية بالضبط، ما تنتحدثش على قضية ديال السلوك تيجي من بعد كنتيجة للثقافة صحيح، ولكن باش تغير السلوك خصك تغير الثقافة بالضبط. وهنا كاينة واحد القاعدة اقتصادية معروفة تقول بأن إلا بغيتي تغير سلوك المستهلك تتغير الحاجيات ديالو لي بوزوان ديالو، خصك تعطيه واحد النظرة لاحتياجات أخرى ما كانش عنده باش يمكن له يغير سلوك لو في اتجاه اخر. هنا شنو هو الدور؟ هو الدور ديال وسائل التنشئه، ان المدرسه خصها تلعب دورها، الاعلام، انتم تبارك الله درتوا هذا العمل اللي تتوعيوا به الناس،
واحد العدد ديال الجمعيات الأسرة، يعني مجموعة الفعاليات اللي تخصهم يوعوا بأن بالرغم أننا تنعيش في العصر الاستهلاكي أو العالم الاستهلاكي، ولكن في نهاية المطاف هاد النظرة للأشياء والبضاعة والاستهلاك والتسوق وكذا هي ثقافة آفلة، هي مؤقتة، هي غادية في الاتجاه ديال الأفول. علاش؟ لأن كاين واحد ثقافة بديلة راه بدات تتبان، الثقافة ديال الروسيكلاج، ديال البيئة، ديال كونسومي يوتيل، استهلاك مستدام. الاستهلاك المستدام نعم داخل في التوعية يعني الايكولوجية. هذه العولمة الجديدة اللي غادي تتجاوز العولمة اللي صحيح هي العولمة اللي على الترشيد، على البيئة، على البيو، تاكل بيو ما تاكلش المواد الحافظة، ان تاخذ غير ديك الشيء بغيتي بلاص ما تشري 5 كيلو ديال مثلا ديال اللحم ولا هذا تحطها في الثلاجة. علاش غادي دير هادي؟ تبقى تاخذ كيلو اللي غتاخذو من بعد ما تبغي تمشي عاود اخر بلاص ما تجيب ستوك ديال مثلا الحليب ولا كذا، تمشي تجيب غير ديك يطرا ولا اللي غادي تستهلكوه في هذاك الصباح باش ما يضيعش الاخر. هذا هو الترشيد، هذا هو الترشيد المعقل فعلا. الان ان واحد العدد الناس تيشريو هذاك الشيء ديال المواد يعني المعجنات، هذا الخوف الرغايف. سمحت عنا دكتور عبد الحكيم قرمان، وعفوا على هذا المصطلح، يعني ثقافه الكونجيلاتور، يعني أصبحت الأسر اليوم يعني تقتني الكثير من الأطعمة وتضعها في الكونجيلاتور يعني في المجمد. أصبحت عندنا هذه الثقافة هي الآن يعني الرائجة أو الدارجة، أصبحت يعني ألامود يعني كل الأمور حتى العصائر حتى يعني، ولكن ربما نغفل جانبا مهما جدا هو الجانب الصحي. ربما هنايا كندخلوا ما كاينش عندنا حتى ديك الثقافة ديال التجميد ديال المواد، كاين المواد التي يصلح لها التجميد كاين لا، ربما كنسقطوا في امراض يعني بهذا الهوس او بهذا الثقافه ديال الكونجيلاتور. طيب انتقل لي بعد اذنك، انتقل للاستاذ انس، كيف يمكن الخروج من هذه الدوامه؟ يعني ربما استاذ انس نحتاج لمهارات، نحتاج لربما طرق لطرائق نساعد بها أنفسنا للتحرر والتخلص من هذه الدوامة ديال الاستهلاك. نعم أستاذة خديجة، بالفعل الأمر يحتاج إلى مهارات وعية بطبيعة الحال، وكيف ما أشار الدكتور نعم. إلى غيرنا أولا الثقافة ديالنا في هذا الجانب هذا، فأكيد غادي نوصلوا إلى السلوك اللي غادي يبداو نطبقوا فيه هذه المهارات. وأنا هنا بغيت نشير لواحد المسألة مهمة هي الثقافة المالية، لأن يعني مادام تنتكلموا على الاستهلاك وترشيد الاستهلاك فهذا الشيء عنده علاقة بالمال. احنا الثقافة المالية عندنا ضعيفة جدا جدا، احنا المال عندنا معاه واحد الارتباط مع الأسف احيانا تيكون ارتباطات خاطئة، ما كنعرفوش ندبروا المال، ما كنعرفوش نديروا تخطيط مالي الميزانية الأسرة، ما كنعرفوش نديروا ترتيب الأولويات ديال هذيك الأهداف المالية ديالنا. احنا بغينا نشريو كل شيء، بغينا ناكلوا كل شيء، بغينا نديروا كل شيء. فالثقافة المالية انا كنظن هي واحد المهاره اساسيه الى الانسان تعلمها وفهم قواعد ديال التدبير المالي والاستثمار وخاصه الادخار وكيفيه يعني وضع واحد الميزانيه، واحد الخطه ماليه. من بين المهارات يعني شوف الاشياء البسيطه، دابا الناس اللي كيفهموا هذا الذكاء المالي فاش كيمشيو للاسواق تيخرجوا بواحد اللائحه ديال المشتريات، ما تيخرجش محدده مسبقا، ما يكون حدد نعم محدده مسبقا حتى لا يسقطوا في الارتباك. تمام بالضبط، تمام هذا هو اللي كاين، لانه الا ما وظفناش مثل هذه الاليات ربما هي بسيطه لائحه ديال المشتريات ديالي، ولكن هذه تخليني نكون عندي واحد التركيز على ما اريد ان اقتنيه من هذاك السوق، وبالتالي ما غاديش نتاثر بهذيك العروض الاخرى اللي كتكون موجوده داخل الاسواق. وهذه مهاره كنظن بسيطه ومهمه. كذلك كاينه واحد المهاره اخرى انا اللي كنظن حتى هي مهمه، ان الانسان خصو يدير واحد اللائحه ديال يعني ديال الاشياء اللي هو محتاجها خلال الشهر، لان ملي كنكون انايا داخل البيت ديالي عندي واحد العدد ديال الافراد الاسره، عندي واحد الضيوف معينين تيجيو مثلا مره في الاسبوع او جوج المرات، يكون عندي واحد التصور عام ديال المصاريف اللي نقدر نحتاجها خلال صحيح. الشهر. فهنا هذه يخليني هذا التصور هذا وعدد الافراد ديال الاسره والاشياء اللي حنا خصنا ناكلوها كثقافه ديال هذا الشيء دابا ديال التغذيه الصحيه وهذه الامور،
غادي تخليني نحدد ونقنن ما احتاجه جيد. انا خلال الشهر، وبالتالي هذه مهارات بسيطة ولكنها جد جد مهمة وممكنة وليست مستحيلة ومتاحة. للأسف يشيرون لأننا وصلنا لختام هذا التحدي. في الحقيقة كنتمنى لكم عشر مباركة. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين الدكتور عبد الحكيم قرمان باحث في علم الاجتماع. شكرا جزيلا، عشر مباركة ورمضان كريم يا رب عليك وعلى كل أسرتك. شكرا لك. مرحبا مرحبا، نورتني. كما أشكرك جزيلا أستاذ أنس الصايغ، مدرب في التنمية لتطوير المهارات الشخصية والمهنية، مشرف عام مركز الجودي للتدريب. شكرا جزيلا لك. شكرا. أستاذ أنس مرحبا، عشرك مباركة. شكرا أستاذة خديجة، مرحبا بك، شكرا لك وتحية للمشاهدين. مرحبا، نورتيني. ممتنة لطيب المتابعة مشاهدينا، وأنا على وعد اللقاء بكم غدا مع كامل محبتي لكم. أيضا شكر فريق العمل الرائع جداً.